مستمرين مشاهدينا الكرام بالتواصل بحضراتكم في لقاءات هذه الفترة المسائية، حيث التحدي وحيث القوة وحيث الإثارة الجميلة من هذه المنطلقات في هذه الفترة المسائية. 20 شوطا استمرت في التحدي والإثارة، وشوطنا 19 المخصص للأبكار الفطامين الصعوب من مسافة الكيلو و200 متر على البركة. نسير ونبحث عن الصدارة المقدمة الأولى، شواهين قنون بن سعيد أو قنون بن سعيد بن سلام الاجتبي من يحتل صدارة هذا الشوط وينتزع المركز الاول مباشرة، بينما المركز الثاني الشاهينية ضاعن بن عبد الله الغفلي يحتل المركز الثاني، تليه هناك منصورة حمد بن محمد بن سيف القايدي، ولكن الهجوم في هذه اللحظات الله يلي هجم الهاجمين، محطة سعيد بن راشد بن مسلم العمري يحتل المركز الثاني، والمركز الثالث فيه مشاكل لسليم بن علي بن حبيب الهاشمي، ولكن هناك المركز الثالث هاي الشاهينية حمد بن سالم بن الاجتبي، وها هي النتيجة للمراكز الأولى. ولكن عودة إلى قنون بن سعيد بن سلام الاجتبي من يحتل صدارة الشوط، يقدم لنا هنا في هذه اللحظات شواهين مسيطرة أيها الحبيب الكريم. الله، قنون بن سعيد بن سلام الاجتبي لا زالت مسيطرة على المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله، سلامات للهالي الظاهر وهالي مزيد، حيث الفوز والانتصار اللحظة الأخيرة. ياكل عمري، ولكن حرك قنون بن سعيد بن سلام الاجتبي اللحظة الأخيرة، اللحظة المثيرة، سلام وتحية واحترام لقلوب سعيد بن سلام الاجتبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك ياتي العمري مشاهدينا الأعزاء يحتل المركز الثاني، ويقدم لنا سعيد بن راشد بن مسلم العمري محطة، بينما المركز الثالث ها هي مشاهد الأعزاء الشاهينية حمد بن سالم بن ثعلوب الاجتبي. التوقيت الزمني 43:01 مشاهدينا الاعزاء، تانينا والناموس لقلوب سعيد بن سلام الاجتبي، ومساء الخير يا هالي مزيد والظاهر على هذا الفوز والانتصار، حيث قدمت شواهين هذا الاداء الجميل.